ونروح للسنغال. هناك توجد بحيرة اسمها ليك رتبة، بحيرة غريبة والسبب لون مياهها الوردي، ظاهرة طبيعية مميزة تقع في شمال شرق العاصمة دكار في دولة السنغال في شمال غرب أفريقيا. هذا اللون ناتج عن أحد أنواع الطحالب واللي بينتج صبغة حمراء لزيادة امتصاص الضوء، ويظهر اللون الوردي جلياً في موسم الجفاف. تحتوي البحيرة على نسبة كبيرة من الملح، لذا مثلها كالبحر الميت، بيسهل طفو الأشخاص في مياهها بسبب ملوحتها. هناك نشاط قائم على جمح الملح منها، فيقوم عمال بجمع الملح بشكل يدوي عبر النزول إلى البحيرة واستخراج الملح من البحيرة. ولتفادي أثر المياه ذات الملوحة الشديدة، يقوم العمال بدهن أجسادهم بزبدة الشيا الدهنية المرطبة. على النوم فوتا فوتا يكون بالو